السور مقاطعة سنترال ماشي غير سنترال، قادين المسائل نغلي برا سنترال، دير المسائل في المسائل ديني كوشي، شنو خصني ندير؟ متحدين كوشي، مرا نتحد مقاطع ومقاطع، كوشي داخل سنترال داخل الزيادة داخل الحوض المحروقات داخل المعيشة داخل كوشي، شنو خصني ندير؟ خمي غير سنقسم ندير الأثمنة خلي صافي، شنو خايف فاش نكجنا؟ وانا عني يا مور يا مو خش اخو اخو نخرج ثانينا ايوذن ايوذن شتي نتخدس الضرائب نتخدس الارباح نتخدس باتينتي نتخدس سفاق نتخدس امان نتخدس رشرة ايوذن تقين داخل من غاس المحلات برا الرخص برا والو وشق ثانينا الى يوم يبعثون الشق النضوى يموت مسؤولين والو وغاخذن اللي مسؤولين رادي البلدية رادي العملاء رادي شنقوش نغني والو. بالنسبة للمقاطعة الشين قاين غاضب يعني نقاطع المنتوجات من سانترا مادام عاد يعني وسنقسم بول الأثمنة خصنا غنحطم الأباطير يعني في المناوية الغلاء ندير غير المقاطعة يا ثنتا تمني تعوض يعني المنتوجات إن شاء الله أثنقاطع راني أنت قادرني أتصل المنتوجات المغرب نيري غير هذا كلشي ذي أي حاجة ذي سري غير مثلا غنغش كندا يقدو حنواتون انت تدا 7 دراهم نشين المغربي تصداري ثار انجليز تتنثني 35 سنتيم يعني شان 8 دورون 4 دراهم شين ربحة عنا كلشي نو انت تدي 7 دراهم ونتمنى غنقاطع المنتوجات منين برا سنترا ان شاء الله حتى غيتحقق. انا مازال مقاطعه حيت اصلا حنا ماشي دراري صغار باش يلعبوا لنا بالعقل ديالنا، داروا داك العرض غير في واحد المده معينه حتى سالوا ديك الكميه المحدوده اللي كانت عندهم، وموراها صافي رجعوا الثمن يعني كما كان الثمن ديالو العادي. انا مازال مقاطعه حتى يخفضوا في الاسعار، هذا الشيء اللي نقدر نقول لك. مش تواري غنش المقاطعه نخصها تسيغي غازات فوكي اصلا اصلا الدوله هو شي قاعد حلول للشعب وشو ليش نحل ما ين ما ثقيل اما راح حبس اما تهاجر قوانا واش نحل القاده نيتا وني غاي يسيو نخر حق الناس خاص كانت غير حبس والمقاطعه ني تفوض كبديل وصافي يلاه يودا وزما تفوق على الشارع شاف كان ندير مقاطعه لكن شنا ناس زور المقاطعه ني تعمم مع المستوى الوطني وتجي غاي شي موشنوا خذا يودا نتفرج نوا قاو دارين خبر يودا يوثن غير حبس ني غوني يتجوزن ني غوني يتعيشن نوا يتعيشن المقاطعة خصها تعم مار المصالح جن الدولة خصها غاصنا ما نقاطع مار من تكون غاد الدولة تشكاري غ الإخوان يدخل ذي قنث على أساس المقاطعة إذا أنت أنا الشعب المغربي سوطس بكثرة الأسعار خصوصا زيسنا الحليب وكل النقل يجين الجديد الإقليم ناظر نشي نجن الشعب يتعانى يطس غان الإخوان غ المعتقلين اعتقد انت الاخوان ديني ربعه ذي تون المقاطعه ربعه ذاقين دايس واصلا شخصيا اقي عاد المقاطعه واتمنى الاخوان ان شاء الله ان نسيغي سوفوس تكفوس بلك انا شويه غزه ان شاء الله الرحمن الرحيم والتحيه النضاليه جميع الاحرار. فيما يخص حمله المقاطعه التي شنها الشعب المغربي العظيم فاؤكد مره اخرى اني احد ابناء هذا الشعب، لجلنا مستمرين في حملة المقاطعة إلى حين تحقيق مطالب الشعب المغربي ألا وهو تخفيض من الأسعار الملتهبة يعني المواد المستهدفة في حملة المقاطعة. وبصفتي فرد من الشعب المغربي وطالب بمحاكمة كل يعني كل من نعث الشعب المغربي بأوصاف دنيئة كصاحب كلمة المداويخ وصاحب كلمة الجيعانين، يعني أتكلم عن وزير الكراتة صاحب الفضائح الكبيرة في المغرب. ولهذا نحن كشعب مغربي وشعب الريف خاصة لن نتوانى عن الدفاع عن حقوق الشعب الطبقة الكادحة ولو بأغلى التضحيات وشكرا.